يعود الحوار مجددا بين العراق وإيران، وهذه المرة عن أمن الحدود مع إقليم كردستان. الخارجية الإيرانية تعلن عن اتفاق مع بغداد يتضمن نزع سلاح جماعات مسلحة بالإقليم. الخارجية قالت إن الاتفاق يقترن بمهلة محددة بتاريخ 19 من الشهر المقبل ولن تمدد، مشيرة إلى أنه في حال عدم تنفيذه ستقوم طهران بما وصفته بمسؤولياتها تجاه تلك الجماعات. ينضم إلينا من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باقلان. أستاذ عماد، أهلا بك. بداية، حكومة الإقليم، الحزب الديمقراطي كذلك، كيف تعلق على ما ذكرته الخارجية الإيرانية؟ مهلة حتى 19 من سبتمبر المقبل، نزع أسلحة الجماعات المسلحة المعارضة لإيران كما تقول طهران، وإغلاق المعسكرات. نعم، بداية تحية لك أستاذ طارق ومشاهدين قناة المملكة أينما كانوا. يعني سمعنا اليوم تصريحات الخارجية الإيرانية ولم نسمع أي شيء من تصريحات بغداد أو حتى من حكومة إقليم إزاء هذه الاتفاقية التي تحدثت عنها الخارجية الإيرانية. ولكن المعلومات التي لدينا تقول أن يعني كردستان وحكومة بغداد متفقان على مسألة نزع السلاح وممارسة هؤلاء القوى المعارضة الممارسة السياسية بدون سلاح، ولكن هناك إرادة أو هناك رأي يريدون نقل هؤلاء القوى المعارضة الإيرانية من على حدود الشريط الحدود الإيراني العراقي إلى محافظة الأنبار، وهذا ما أتصور يتفق عليه إقليم كردستان. يطالب بنقلهم إلى أعماق إقليم كردستان بعيدا عن حدود العراقية الإيرانية أو حدود إقليم كردستان مع حدود إيران. ونشير إلى أنه تواجد هذه القوى المعارضة الإيرانية ليست وليدة اليوم والأمس، ولكنها منذ الستينيات القرن الماضي الأنظمة السابقة مع شاه إيران هم من أتوا باتفاقيات، وكانت هذه الأحزاب متواجدة. الأحزاب هذه متواجدة ليست يعني بتواجدها بفضل حكومة إقليم كردستان أو الحكومات الحالية بعد سقوط نظام حزب البعث العربي الاشتراكي. لذلك المسألة نوعا ما قديمة ومعقدة، وإن كانت قديمة بكل الأحوال إيران تبحث عن أمنها القومي. نعم. وهذا حق شرعي وحق ذلك لحكومة بغداد وكذلك الإقليم كي تتجنب الهجمات التي تقوم بها كل من تركيا وكذلك إيران. إن رفضت تلك الجماعات نزع السلاح إخلاع المعسكرات، كيف سيكون الموقف حينها؟ يعني دعني أقول هذه المهمة أو هذا دعني أقول تواجد المعارضة تتحمله الحكومة الاتحادية لأنها الوريثة الشرعية للنظام السابق، والنظام السابق من أتوا بهذه الجماعات. نعم، يجب أن يكون لحكومة الإقليم موقف، هذا شيء واضح، ولكن الجزء الأكبر من المسؤولية تتحمله الحكومة الاتحادية. ويعني أتصور أن هناك تصريحات من الأحزاب الكردستانية الإيرانية بعدم موافقتهم أصلا لنزع السلاح والانتقال من مواقعهم. وهذا ما يعني إذا أصحت المقولة ولم يلتزموا بهذه الاتفاقية، إذا بحالة امتنعوا، طبيعي جدا سوف يكون هناك مسوغ ومبرر للتدخل الإيراني والقصف بين حين وآخر، وهذا يمس سيادة العراق بأكمله وليس حكومة أو إقليم كردستان. لذلك يجب معالجة هذا الأمر سواء بالنسبة لإيران وإزاء حزب العمال ومع تركيا أيضا، لأن التدخلات من قبل إيران وتركيا قد أضرت بالكثير من الشعب الكردستاني. مئات القرى هجروا ومئات المزارع هدمت وهجرت وجرفت وإلى آخره.
أبان العمليات العسكرية التي تقوم بها هاتين الدولتين بين الحين والآخر. لذلك على الحكومة الاتحادية كونها هي الحكومة الاتحادية ووفق الدستور مسؤولة عن حماية أمن حدود العراق التدخل وهي الوريثة الشرعية للنظام السابق. طيب إذا انتهت هذه المدة اليوم الخارجية تقول أن لا تمديد للمهلة التي هي حددت في 19 من سبتمبر أيلول المقبل، تعتقد من هذه اللحظة من تاريخ اليوم إلى 19 من سبتمبر هذه مدة معقولة ربما لنزع سلاح تلك الجماعات إخلاء المعسكرات، وهي وكما ذكرت أن منها من يرفض أصلا الحديث عن نزع السلاح أو الانتقال؟ لا، إذا اعتبرنا المدة من اليوم فهذا طلب تعجيزي، 20 يوم أو 25 يوم حتى شهر لا يكفي لمعالجة هكذا أمر نزع السلاح و دعني أقول بناء معسكرات أو مجمعات جديدة لهؤلاء المعارضين، فهذا طلب تعجيزي. لا أتصور لا الحكومة الاتحادية ولا حكومة الإقليم سوف يستطيعون إنهاء هذا الملف في هذه الفترة، ولكن ربما إن بدأوا في هذا الملف خلال هذه الفترة إيران سوف تجبر على أنه تصبر وتنتظر إلى أن ينتهي هذا الموضوع. إن لم تحدث دعني أقول معارضة من قبل هؤلاء القوى المعارضة للنظام الإيراني المتواجدين في على الحدود الشريطي، بكل الأحوال المتضرر الوحيد الشعب الكردستاني وكردستان. يعني إذا ما حصل لا سمح الله مواجهات أو قصف وإعادة القصف فهذه مضرة لشعب الإقليم كردستان والمضرة أيضا لسمعة وهيبة الدولة العراقية برمتها. طيب عندما تحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية عن الحدود وأمس الحدود، هل يعني ذلك أنه لا تنسيق قائم حاليا بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية؟ لمن يترك أمر الآن أمن الحدود سواء مع إيران أو مع تركيا، أنتم في إقليم كردستان أم الجيش العراقي؟ لا، هناك قيادة قوات الحدود الاتحادية المتواجدين على الشريط الحدودي في إقليم كردستان بين كردستان وتركيا وكردستان وإيران منذ 2005 ولحد الآن. البيشمركة لم تمسك الأرض بين إيران وكردستان وكذلك تركيا. دعني أقول الشرطة الداخلية تابعة لقوات الداخلية، قيادة قوات الحدود الاتحادي يعني أوامرهم رواتبهم تجهيزاتهم تسليحهم كلها من الحكومة الاتحادية. وفي الآونة الأخيرة شكل أكثر من لواء، لواءين أو ثلاثة جديد لنشر هذه القوات. لذلك أحمل الموضوع أو المسؤولية للحكومة الاتحادية. يا سيد الكريم، هناك كثير من القضايا التي تخص مؤسسات الفيدرالية والحكومة أو إقليم كردستان قوى سياسية عطلتها. يعني أحيانا رئيس الحكومة يريد إنهاء هذه الملفات ولكن هناك قوى سياسية تحاول الاصطياد بالماء العكر وتعرقل هذه تطبيق هذه المواد، مواد دستورية. وفق الدستور الحكومة الاتحادية هي مسؤولة فعلا عن حماية وأمن الأراضي العراقية الأقاليم والمحافظات. أما موضوع البيشمركة، البيشمركة هم حرس الإقليم مثبتين دستوريا، ولكن الحدود تحديدا هناك قيادة قوات الحدود وتعليماتها واتصالها مباشر مع وزارة الداخلية الاتحادية في بغداد. نعم، أنا أشكرك من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد مقلان، شكرا جزيلا لك.